السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في قناة فان ديسكفري. النهاردة رايحين رحلة تانية، تكملة الفيديو اللي فات. حتة جنبيها كده اسمها تادمر ميلز، زي ما انتوا شايفين كده. هو مكان المفروض بتدخل جواه زي بيت صغير او متحف. بصوا الحتت كذا بيت اللي جنب بعضيهم دولت، على ما شفت يعني في النت، اللي هو زي المطابخ والبيوت القديمة بتاعتهم. بس دلوقتي قافلينها، عاملينها زي كامب للأطفال وكده بتاع المدارس، فما ينفعش ندخل. بس هنكمل معاكو بقية المكان. اهو في برضك حبة بيوت جوه برضك تاني، هنشوفهم مع بعض. وهنا مطلع اهو، ونكمل مع بعض الفيديو ان شاء الله. الفيديو عجبكم، هو المناظر هنا الطبيعية جميلة جدا. بس هو حاجة كانت قلنا نشوف المرة المتحف الصغنطط ده، بس ما نفعش بقى. فيلا نكمل مع بعض الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا مع بعضينا. كل البيوت دي برضك مقفولة، كلها كانت تبقى مزارات. هو بيقول لك ان المكان ده من 170 سنة. بس هو دي الثقافة بتاعته، قصدي التراث بتاعه. برضك البيت ده ممكن نطلع نقعد في الحتة الظل اللي جوه دي، ناكل بعد نكمل. على الشارع بره فهي اللي رسمه هنا حاجات. في منزل هنا برضو في الممر ده، نعديه وحتى نروح الناحية التانية نشوف فيه ايه بقى. برضو هنا المية الخضرة دي. تشرح لهم برضو كل المية خضرة. حاسبي أنس، ارجع ورا أنس. كلها ممرات وأشجار. دي الحتة اللي احنا كنا قعدنا فيها، رجع في نفس المكان. شكلها هي. الممر رجعنا في نفس المكان اللي كنا قاعدين فيه وقاعدين بناكل. الورد مستقبلك على الناحيتين. في مدخل هنا بس كله أشجار واقع في الأرض. في ننزل هنا.
وفي منزل من هنا. مشينا من المكان بقى بتاع تادمر دهوت عشان العيال بقى عاوزين يروحوا يلعبوا في حاجات فيها بلاي جراوند وكده، وادينا في الطريق دورنا على حاجة قريبة، ولما نروح بقى اصور لكم بقى اللي بيحصل. بس حبيت اصور لكم الطريق هنا وبرضك الغابات على ناحيتين. وصلنا فين؟ أبل داون. هي جنينة كبيرة اسمها أورال بارك. هنا برضو كده فيها مية كمان، بس مش عارفة مش شغالة باين. بصوا الضفادع دي، عشان كده الضفادع تطلع مية. فيها ألعاب كتير حلوة، العيال يلعبوا شوية. هي جنينة كبيرة، بس خليهم يلعبوا شوية ونروح بقى ان شاء الله. من الصبح احنا على كذا مكان، زي ما شفت الفيديو اللي فات كانت اول حاجة اللي هو ايفر جرين، وبعد كده تدمر، وبعدين جينا على الجنينة دي عشان يلعبوا شوية. في حد فتح المية اهو، بص بص المية بتعدي منين، بتمشي كل ده. وباسل بيلعب في المراجيح، فياس وأنس هناك. والحلو ساعات في كذا جنينة برضو بيبقى فيه بتاع المكان ده، ده اللي مش عاوز كتاب ولا حاجة بيحطها، واللي عاوز بياخد. يعني مكتبة صغنطوطة كده بتستعير منها وتحط فيها الكتب. ودي حديقة صغيرة كان في حد لسه بيسقيها دلوقتي. وخلاويس، يلا بقى نقول باي باي كده، يبقى خلصنا الفيديو النهاردة ان شاء الله. ان شاء الله، يلا مع السلامة. ما تنسوش اللايك والشير. باي.